للمزيد حول الجلسات التخصصية للحوار الوطني ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، إلى أي مدى ستثري هذه الجلسات التخصصية المغلقة مناقشات الحوار الوطني من خلال متابعتك لها؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم جلستان متخصصتان في شأنين هامين جدا هما النظام الانتخابي ونظام التأمين الصحي الشامل، ولكن ربما التركيز كان أكثر على النظام الانتخابي. الجلسات العامة ناقشت الآراء بشكل عام، الرؤى، الأفكار، ما يمكن أن تقدمه، يعني أجندات يعني واسعة المدى أو أفكار طويلة المدى أو بعيدة المدى. أما هذه الجلسات المتخصصة فتتخصص أكثر وتدخل في تفاصيل أكثر ونظم أكثر وآليات وأطروحات مختلفة للحلول والأراء المتنوعة التي من الممكن أن تغير من أشكال الأوضاع الحالية حسب رؤى إما أفكار نواب مجلس الشعب على سبيل المثال أو حتى أفكار المعارضة أو الأفكار المتوازنة بشكل عام. هذه الجلسة الخاصة بالانتخاب أو النظام الانتخابي تم عرض عدد كبير من الحلول، إما الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي ولكن هذا واجه بعض الاعتراضات، تم طرح يعني افكار اخرى وحلول اخرى منها تحويل النظام الانتخابي من ان تكون مطلقه 50% للقائمه و50% للفرد لتتحول ل 40% مطلقه و30% فردي و30% نظام القوائم. هناك أيضا أطروحات أخرى بتفكير خارج الصندوق لتغيير جذري كامل للنظام الانتخابي النظام الانتخابية بشكل عام، ولكن التوافق كان حول أهمية التغيير بشكل عام فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية. شارك في هذا الحوار العديد من القوى السياسية والمدنية من أعضاء ونواب مجلس الشعب، وأيضا شارك عدد كبير من المعارضة فيما يتعلق بالرؤى المختلفة ليتم عرضها بعد ذلك لرئيس الجمهورية بعد أن يتم التوافق عليها بالطبع هنا في الحوار الوطني. ولكن خرجوا بفكرة التوافق على التغيير هو اليوم. أما النقاش الأخير كان هناك يعني اتفاق حول العودة للأحزاب المختلفة الموفرين المتواجدين اليوم يعودوا لأحزابهم ليخرجوا برؤى مختلفة على أن يعودوا بعد 10 أيام ليتم عرض الرؤى الأخيرة في محاولة ليتم الاتفاق عليها لعرضها مباشرة على رئيس الجمهورية. كان هناك الجلسة الأخرى الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، هذا بالطبع هذه المنظومة التي بدأت بالفعل في عدد كبير من المحافظات وأيضا مدى فعاليتها ومدى سرعة تطبيقها للوصول للمواطنين بشكل عام في جميع الفئات وآليات أيضا التطبيق السريع هو الأهم. تم عرض ما تم إنجازه بالفعل والخطة المستمرة أو الخطة الجارية اللي يتم الانتهاء بشكل كامل عام 2027 أو 2028 ليدخل منظومة التأمين الصحي جمهورية مصر العربية بالكامل. تم عرض الكثير من الأفكار والحلول، لم يتم التوافق على شيء بشكل مخصص ولكن تم التوافق بشكل عام على آليات جديدة وأفكار جديدة للتفعيل السريع لتنتشر أكثر في عدد كبير من المحافظات. ولكن كان هناك إشادة أيضا بما حدث بالفعل أو ما تم إنجازه بالفعل فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي، خصوصا بعدد الكبير من العمليات التي تم إنجازها في محافظات مثل بورسعيد والإسماعيلية وتحديدا الإسماعيلية. هذه العمليات التي تم يعني دفع فقط ثمن بسيط و300 جنيه فقط، تم عمليات كبيرة مثل عمليات القلب المفتوح وآليات تفعيل وزيادة هذه الفكرة من العمليات بهذه الأسعار التي تكون على يعني كاهل الدولة وليس على كاهل المواطن المصري. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري على هذه المتابعة الوافية، شكرا جزيلا لك.